Thank you.
اتكلمنا على المونيتور والبروسيس، هنشوف الفيكتوريا الفيجر بيوضح المونيتور والبروسيس. بتخش المونيتور بانها بتنادي احد البروسيدرز تبعونه، اوكي، وبنقول على انه المونيتور له سنجل انتري بوينت، بمعنى ما ينفعش يكون شغال في المونيتور اكتر من وان بروسيس ات تايم. لو في بروسيس كانت داخل المونيتور وفي بروسيس اخرى بدها تخش المونيتور، الاخرى هدول ما يقدروش، لازم يستنوا على كيو على باب المونيتور، تمام، لغايه ما المونيتور يصير ايش اللي هي افيلابل. واذا في بروسيس شغاله في المونيتور بتستنى ظرف يعني كوندشن معين، بتقدر تعمل ويت على الكونديشن اكس مثلا، اوكي، في الحالة هذه بتنحط البروسيس في الكيو تبع الاكس لغاية ما الكونديشن يتحقق. لما الكونديشن يتحقق ساعتها البروسيس بتصير ريدي وممكن تستأنف عملها في المونيتور اللي، لكن هذا كيف يتم؟ بيكون في بروسيس تانية شغالة في المونيتور ولقت إنه الكونديشن يتحقق، ساعتها بتعمل سيجنال على نفس الايش اللي هو الكونديشن اللي استنت عليه الاولانيه، فالسيجنال بيروح بيطلع هل في على الكونديشن اكس في حد بيستنى، اذا في حد بيستنى بياخد واحد من اللي بيستنوا وبيخليه ايش ريدي عشان ممكن ايش يكمل في المونيتور، يكمل ايش في المونيتور. اوكي، خلينا نشوف الفيجر اللي هو الثاني. شوف هاي المونيتور له زي ما احنا شايفين فعلا اللي هي one entry point، okay، داري ones اللي هي entry point، يعني قصده هنا في procedures، لازم هنا هي procedure واحد اثنين لغاية كي. These procedures can be called from outside the monitor زي ما قلنا المرة اللي فاتت، مظبوط، لكن في local data، هدول local data are not accessed from outside the monitor. ال procedures هدول بيقدروا يعملوا ايش access read and modify، تمام. وفي كمان كونديشن فيريبلز بتلزمنا في الشغل عشان السينكرونايزيشن، عشان السينكرونايزيشن، وهدول برضو ار نوت اكسسد فروم اكس اللي هو اوت سايد الايش اللي هو المونيتور. لو اي بروسيس، لو المونيتور كان فاضي كيف بتخش المونيتور؟ بانها بتعمل كولينج لاحد البروسيدر، بروسيدر واحد انت واحد منهم، اوكي، وان صارت رننج في البروسيدر بنقول على دخلت البروسيدر، دخلت ايش اللي هو البروسيدر، اوكي. لكن بنقول اجين لو هي شغاله في بروسيدر 1 مثلا، اوكي، واي واحده بروسيس ثانيه بدها تخش المينيتور، ات كانت، ات از بلوكت، بتنحط في كيو هنا برضه، تمام، لغايه ما الموت يصير ايش يصير هو افيلابل، ما فيش حد شغال في ايش في المونيتور. ولو في بروسيس كانت شغاله في سام بروسيدر زي بروسيدر 1 مثلا وطلعت على كونديشن معين بتستنى على كونديشن، ساعتها بتنضاف للكونديشن اللي بتستنى على الكيو تبع الكونديشن، يطلع لي كل كونديشن له ايش كيو، هذا الكيو تبع كونديشن واحد، هذا الكيو تبع كونديشن اند ان. ايش اللي بيضيفها للبروسيس للكيو تبع كونديشن واحد؟ انها بتعمل سي ويت على سي واحد. هيك حيكون دائما في كل لحظه داخله، مظبوط، مش اكثر. طب ليش احنا بنعمل كيو للكونديشن ما دام هي واحده؟ لا لان ممكن البروسيس الثانيه اللي هتخشها اللي تعمل ويت على نفس الكونديشن، تمام، من قبل ما حد يعمل سيجنال ممكن اكثر من بروسيس يعمل ويت على نفس الايش الكونديشن، وبالتالي كله بنحط نفس الايش الكيو. فاللي بعد كده لما واحده تعمل سيجنال على الكونديشن سي واحد ممكن يلاقي واحده واكثر، ممكن ما يلاقيش. لو في ما فيش ولا واحده السيجنال از لوست، لو في واحده خلاص بالسريد ممكن تخش ايش المونيتور، اوكي. لو في اكثر من واحده بيختار مثلا اللي هي على الايش على التوب على الفيرست في الاول، اوكي، هذا هي. لذلك كل كونديشن فاريبل اسمه له ايش ال كيو اللي هو الخاص فيه، ال كيو اللي هو الخاص فيه. طيب ماشي، تمام. بدنا نشوف اللي هو الجيت اكزامبل على الباوندد بافر بروبلم، بروديوسر كونسيومر بروبلم.
اوكي نشوف كيف حلها باستخدام المونيتور. اوكي على استخدام ايش اللي هو المونيتور خلينا نشوف السوليوشن، او قبل ما نشوف السوليوشن خلينا نشوف ايش الكلام هذا وبعدين ايش نروح على الفيجر. اوكي عامل مديول مونيتور مديول مسميه باوندد بفر. اوكي يقول له يقابل كانه كلاس سماها باوندد ايش باوندد اللي هو بفر عشان يعمل الكنترول على الاكسس تاع اليوزر عند الايش الكونسيومر، وهيستخدم تو كونديشن فاريبلز تو كونديشن ايش فاريبلز. اوكي الاولاني اسمه نوت فول، هذا بيكون ترو لما يكون في وسع انه يضيف ايش ايتم للبروديوسر في ات ليست وان كاركتر، والكونديشن فاريبل اللي هو النوت امتي بيكون ترو لما يكون على الاقل في 1 كاركتر في البفر، وبالتالي الكونسول ممكن ايش ممكن ياخذ الكونسول ممكن ايش ياخذ. اوكي هنشوف البروديوسر بيقدر يضيف كاركترز لانه بيعمل كولينج للبروسيدر اسمه ابند، والابند حنلاقيها هي جزء من مين؟ من المونيتور، وكان بي كود فروم اوتسايد ايش اللي هو المونيتور، لكن البروديوسر ما يقدرش من الاكسس مباشره من على البفر. البفر لانه حيكون هو الشيرد اوبجكت نحطه جوا مين؟ ما هنا هي الايديا الشيرد اوبجكت بنحطه جوا ايش؟ المونيتور، والبروسيدرز تبع اللي هو المونيتور تبع الاكسس تمين للشيرد ايش؟ للشيرد اللي هو اوبجكت. اوكي الاول البروسيدر تبع البروديوسر بيعمل شكل النوت فول عشان نشوف افيلابل او اذا نوت فول. اوكي اذا نوت فول اذا نوت فول طبعا بيقدر يحط اللي هو ايتم، لكن اذا مش نوت فول يعني فول ساعتها البروسيس اللي في الموت از بلوك تمام على الكونديشن فاريبل اللي هو تمام زي ما هنشوف الجيت. اوكي وبالتالي وان صار بلوك يعني كانه صار مش في المونيتور، صار المونيتور افيلابل هو في المونيتور بس مش في المونيتور يعني لسه ما خلص بس على الاقل صار ايش بلوك، بالتالي بنسمح لناس ثانيين يخشوا المونيتور لو بدهم، لو الجوزه بده يخش المونيتور لو كونسول يخش المونيتور بيقدر ايش بيقدر اللي هو يخش. اوكي بعد هيك لما يصير البفر اللي هي مش فول يعني انسحب منه شيء بين الكونسيومر سحب سمثينج البلوك بروسيس بتنشال من الكيو وري اكتيفيتد عشان تكمل ايش الشغل اللي هو تبعها. اوكي اذا في بروسيس حطت سام كاركتر او سام ايتم في البفر اوكي ساعتها بتعمل كونديشن على ايش النوت امتي عشان لو في كونسيومر بيستنى على نت امتي اعمل ويت عليه يقدر يجي تيش اللي هو يستأنف تمام. اوكي خلينا نشوف المونيتور في الاول وبعدين نرجع للكلام. طلع على المونيتور سماه عندك مونيتور باوندد بفر. اوكي بتلاحظي فيه البفر بيساع ان كاركتر كاركتر طبعا مش شرط يكون نوعه كاركتر ممكن اي نوع من الاوبجكت تمام. ان اور اكزامبل الاوبجكت از ايش ايش از وان كاركتر هذا شير بس حطوا تلاحظوا جوا ايش جوا المونيتور جوا ايش المونيتور، وبالتالي بما انه جوا المونيتور هل هذا كان بي اكسس فروم اوت سايد المونيتور؟ لا. اوكي وبعدين عنده النكست ان اللي هي الاندكس تبع الايتم المكان اللي عليه الدور نحط فيه ونكست اوت المكان اللي عليه الدور ناخد منه تمام، والكاونت كم ايتم في البفر وكونديشن بير واز نوت فول اند ذات ايش اد نوت امتي حنستخدمهم زي ما نشوف فور سينكرونايزيشن فور سينكرونايزيشن. لو اليوزر بده يحط ايتم في البفر ات كولز اللي هو مين ابن وبيبص الكاركتر وبينزلت لكن اول شيء ايش اول شيء بيعمل اذا الكاونت بيساوي ان يعني عدد الايتم تلاحظ الكاونت هذا عدد الايتم في البفر انيشالي بيكون بزيرو اذا الكاونت بيساوي ان هاي الكاونت هنا تلاحظوا في الانيشاليزيشن مش عامله مش مشكله يعني افترض على هاي خلينا نبدا من هنا مش قلنا في بيكون للمونيتور انيشاليزيشن كود زي الكونستراكتور هاي انيشاليزيشن كود النكست ان بزيرو والنكست اوت زيرو والكاونت بكام؟ زيرو عامل انيشاليز لمين؟ للنكست لان هدول النكست ان والنكست اوت والكاونت ار ايش؟ ار variables في المونيتور
they cannot be accessed from outside ايش اللي هو المونيتور. ما كانش ممكن يعملهم اللي هو initialize وين؟ مين؟ انا هكون من برا صح ولا لكن اعملهم initialization وين؟ في initialization sequence زي الكونستراكتور في الكلاسز مش هيك ولا؟ they can be accessed مش هيك؟ يعني معناتها هذا جزء من مين؟ من المونيتور جزء ايش؟ من المونيتور فلقيت يعملهم ايش؟ initialization واضح؟ هذا هي معناته initially المونيتور فيه كم item؟ زيرو زيرو في ايش في 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 كم الكاونت في كم جي ما فيش في ايش ولا ايتم اوكي ماشي اف كاونت بيساوي زيرو طب لو كان الكاونت لو في الكاونت بيساوي ان معناته البفر از ايش از فول هيضطر يعمل ويت على مين على النوت فول لغايه ما يصير ايش النوت فول از ترو يعني في وسع تمام طب الويت على النوت فول ايش هتسوي بالبروديوسر وتلوين هيضيفه الكيو تبع مين؟ نوت فول نوت فول تمام معناته اللي هو المونيتور هذا حيكون فيه كم كيو مبدئيا؟ تو كيوز واحد للنوت فول واحد لمين؟ في كمان كيو حنتكلم عليه كمان شوي لكن مبدئيا كم كيو؟ تو كيوز اوكي ولا لو الكاونت ما بيسويش لان معناته بيقدر يحط ايتم صح ولا لكن لو بيسوي ان هيعمل ويت لو بعد كده فضي مكان ونعمل سيجنال ساعتها الويت هترجع وهيطلعوا من البلوكينج ويخليه ايش ويخليه ريدي ويستأنف بعد مين الويت تمام هيحط الايتم البفر اللي عليه الدور نيكست ان بيساوي اكس ويعمل انكريمنت لمين للنيكست ان بس انا موديوله ان عشان يخليه سيركولر شيك ولا وبعدين انكريمنت مين اللي هي الكاونت وبعدين يعمل سيجنال على مين على نوت امتي علشان لو في كونسيومر بيستنى على نت امتي يطلعوا من البلوكينج مش هيك ولا ويصير ايش؟ ويصير اللي هو ريدي واضح؟ كود بسيط جدا طب ات اني وان تايم لو اليوزر كان شغال بالابند هنا وفي بروسيس ثاني حاول تخش بالمونيتور تقدر؟ تقدرش لانه هذا بروسيدر ايش؟ بالمونيتور بالايش؟ بالمونيتور اللي بيضيف انت اللي بيصير في نفس الكومبايلر اذا هو سبورتس المونيتور ممكن مش جاي لها في الكتاب اوكي انه عشان يضمن الميخر اكسبلوجن يا معلم بروسيجر وخليه اتوميك انه بيضيف هنا بيستخدم الطرق الغذاء بتاعت السيمافورز والشغلات هاي بس بيضيفها الا مين؟ الكومبايلر بيضيف سم كود هنا زي الكومبير اند شوف شغلات عشان يضمن انه ما حدش يخش اكثر من واحد يخش على السيم تايم بس بدل يعني ما احنا نعمل از بروجرامرز بنعملها مين الا الكومبايلر بيضيف هنا بالظبط وبالتالي احنا بنكتب كود بسيط كانه بنكتب بروجرامز عادي اوكي هذا البروسيدر بيستخدمه مين الابند البروديوسر لما بده يعمل ايش ابند لكن الكونسيومر لو بده يعمل ياخذ كاركتر كولز مين تيك تمام هنفترض انه الاكس عباره عن العنوان اوف الكاركتر يعني هنا مش بصيل وهذا العنوان اللي الايتم تو بي اللي حط فيه الايتم اللي هياخده تمام اوكي كان ممكن نحطها بدل فويد هنا مش مشكله لقيت اف الكاونت بيساوي زيرو معناته الغفر اشماله از امتي ما يقدرش ياخد يبقى لازم يستنى على مين على الكونش فيبرز انه نوت امتي لكن لما بسوي زيرو معناته في سم ايتم بيقدر ياخد اكس بيساوي بفر اللي عليه دور نيكست اوت وين كلمه نيكست اوت موديول ان عشان يعمل سيركوليشن وبعدين ديكريمنت الكاونت لانه اخذ 1 ايتم شكله لمين للنوت فول عشان لو في بروديوسر كان بيستنى على النوت فول كونديشن يطلعوا مش هيك ولا هذا واضح طب لسه ما خلصش هذا لقيت المربع الاولاني هو مين المونيتور تعال نشوف الكود تبع البروديوسر كيف اوكي المين بتعمل كريشن للبروسيسور بدنا اياها بروديوسر او اكثر وكونسيومر او اكثر وكل واحد من البروديوسر بيشغل فيه الفانكشن هذا البروسيدر هذا البروديوسر كاركتر اكس وايل ترو بروديوس اكس هذا البروديوس اكس هل كريتيكال ولا نون كريتيكال؟ كريتيكال ولا نون كريتيكال البروديوس اكس؟ نون وبالتالي هل هذا بده المونيتور؟ اي فانكشن عاديه بتجهز الايتم بعد الابند هذا من وين الابند هذا؟ من المونيتور من المونيتور اذا المونيتور فاضي بيخش وبيشتغل فيه لو مش فاضي بيخلي بوزر يحطه وين في الكيو تبع مين؟ اللي هو النات
not full, not full. تمام؟ not full. تمام؟ اوكي. تالي كود بسيط جدا صار. الكونسيومر ايش بيسوي؟ اللي هي بينادي تيك اكس. والله هو ساعة ما نادى تيك اكس لو في كونسيومر ثاني كان عامل تيك بيعمل تيك او في بوزر بيعمل ابند هذا خلص رح ينضاف للكيو مش هيك ولا تبع نوت امتي مش هيك ولا اوكي. ولو اخذ الايتم ورجع ساعتها بيقدر يعمل كونسيوم يعمل فيه الايتم اللي جابه اللي بده اياه يضرب يطرح اللي بده اياه. واضح؟ هذا طيب. تلاحظي هل الكود تبع اليوزر نفسه والكود تبع الكونسيومر لهم دايركت اكسس على البفر؟ لا. مين الاكسس فقط؟ المونيتور والابند والايش؟ والتيك. مظبوط ولا لا؟ وبالتالي لو في عندي 1000 يوزر و1000 كونسيومر ما لهمش اكسس مباشر على هذا. مين الاكسس؟ جاست جهه واحده مين؟ المونيتور. الجزء البروسيسر تبعت ايش؟ اللي هي المونيتور. اوكي. وبالتالي بنكون قسمنا الريسبونسبيلتي المسؤوليه باستخدام المونيتور مقارنه بالسيمافورز. في حاله المونيتور طبعا بيعمل لي ميوتشوال اكسكلوجن مش هيك ولا اكيد اوكي. وقلنا اكثر من مره مش ممكن يصير ان الوجوز اند كونسيومر او تو وجوز ار ان ذا مونيتور ات ذا سيم تايم مش هيك ولا؟ فلي مش هيقدر يعمل اكسس للمونيتور للبفر ات ذا سيم تايم. وبالتالي فرضنا مش ايش؟ اللي هو اكسكلوجن اللي احنا بدنا اياه. اوكي مظبوط. لكن مطلوب من البروجرامر انه يحط اللي هو الويت والسيجنالز اللازمين في المكان المناسب مش هيك ولا؟ جوا ايش؟ اللي هو المونيتور. تمام؟ جوا ايش؟ المونيتور. تمام؟ لكن في حاله اللي هو السيمافور وبالتالي المونيتور ميزته انه المشهد ستوديو صار مش على البروجرامر، على مين؟ على المونيتور. على البروجرامر بس موضوع اللي هو ايش؟ السينكرونايزيشن. ولكن باستخدام اللي هو السيمافورز كل من المشهد ستوديو والسينكرونايزيشن هذه مسؤوليه مين؟ البروجرامر. وبالتالي صار عرض اللي هي المعرض للوقوع بالخطا اكثر. لانه عليه ما ايش؟ مسؤوليتين مش هيك ولا؟ يعني لو هو برمج وما ظبطش المشهد اكسكلوجن خلص خرب الاشي مش هيك ولا؟ اي نعم. هذه اول شغله. هذه اول ميزه من ميزات مين؟ اللي هي المونيتورز. اوكي. بعدين في شغله هنا حنقولها كمان. طلع على الفيجر التالي. على الفيجر هذا تلاحظي بالابند لما عمل سيجنال هنا السيجنال اخر ستيتمنت في الفانكشن هذا وراها البريس مظبوط ولا؟ وبالتالي بعدها طالما هي اخر شيء حيطلع حيكون طلع من ايش؟ من المونيتور صح؟ يعني هنا السيجنال محطوطه مش عبثا يعني هنا اخر هذا ونفس الشيء السيجنال هنا اخر ستيتمنت ايش؟ التيك مضبوط. هاي وراها كلوجنج امبريس تبع الفانكشن. بالتالي خلص وانس عمل كل السيجنال والسيجنال خلصت عمليا هو عمل السيجنال وطلع من مين؟ من المونيتور. طيب هذا ايش بيؤدي لايش؟ اوكي طيب بقول لك طب هو لو عمل سيجنال ما حطهاش في نهايه البروسيجر مش زي ما شفنا في الفيجر التالي تمام؟ ايش بيصير؟ قال لك بالبروبوزر تبع هور هذا البني ادم الاصلي اللي عمل المونيتور قال لك في الحاله هذه اذا السيجنال مش اخر شيء في البروسيجر
ساعتها البروسيس اللي عم تسيجنال ماست بي بلوك از بلوك، عشان مع انه لسه في كود سيجنال ما خلصش تمام از بلوك، بتنحط في كيو مخصوص لايف باي موتور يكون ايش اللي هو فري. طيب نحط في سام كيو، طيب وين الويتش كيو يحط اللي فيه خيارين هالجيت او اللي بالك في ايش خيارين، انه الخيار الاول اوكي انه يحط البلوك للبروسيس اللي عملت اللي هي السيجنال يحطها في الانتر سكيو اللي يكون براني، فاكرين الفيجر يقول براني كانها بروسيس جديد تمام، بالتالي حتتنافس مع البروسيس الاخرى في دخول ايش اللي هو المونيتور اوكي اللي لسه ما خشتوش ولا مره، مع انه شالت جزء من ايش اشتغلت شويه في المونيتور بس لسه ما كملت، لسه في بعد سيجنال في سم اذر ايه في سم اذر اللي هو كود. لكن بقول لك يمكن هذا مش فير شويه، لانه بما انه البروسيس عملت بلوك على السيجنال واوريدي عملت اشتغلت شويه في المونيتور وضلها شوي مش هيك ولا، وبالتالي يمكن من الافضل انه نديها شويه افضليه على الناس الجدد الجديد لسه جديد خليه يستنى برضه مضبوط ولا خليه ايش يستنى ايش اللي هي برا، لكن عشان يعمل افضليه قال لك انا بعمل كيو جواني نسمي الاجنت كيو، الاجنت ايش اللي هو كيو اوكي، وتالي البروسيس اللي بتعمل سيجنال واذا كان السيجنال مش في اخر البروسيدر تستنى على الكيو الجواني جوا المونيتور اللي هو الكيو هذا، شايفين هذا عامل كيو خاص اسمه اجنت كيو، لحظه بيخش له بالايش سيجنال مش بالايش اي سيجنال لما تكون ايش مش اخر اسم في الفانكشن، لو في الاخر فيش اشكاليه بالزمن هي طالعه طالعه مضبوط بداش المونيتور صارت، لكن هنا اذا السيجنال مش في اخر الفانكشن ساعتها بنحط هنا عشان يديها اولويه على مين على هدول. طب ما تبع هيك بعد هيك بشغلها في مور ذان وان استراتيجي، اسهلهم يمكن وهذا انه ايش انه لو ما فيش بعد كده لو المنتو صار افيلابل وما فيش ولا بروسيس بتستنى على الكونديشن فيريبلز هنا ساعتها بيجي لمين؟ للايرجن، اذا في شيء هنا بيخشش خليه يكمل، لكن لو ما لقاش حد من هنا بياخد ايش اللي هي من الجديد، معقول هيك بياخد ايش من الجديد. مرات حسب طبيعه اللي هو الـ ايوه يعني زميلتك سالت سؤالك كويس برضه، لذلك المفروض اي بروسيس اول ما كونديشن يصير ترو تدي اشاره مش تتلكى وتاجل الموضوع، لو اجلته في لعب معناته او في شيء طالما كل شيء ترو لازم تدي اشاره، لذلك الجيت هو ممكن ياجل يعمل ياجل يصير لغايه ما يخلص الكود تبعه بس هتحتكر المونيتور في الحاله مضبوط ولا، يعني اذا هو هيكون امينكم في البروجرامنج او كذا او خلينا نقول مرات حسب لزوم الشغل اوكي، المفروض اللي هو الديفولت انه اول ما الكونديشن يصير ترو يعني مثلا اللي هي الوزر يحط اتي ميد اشاره يعمل شيب بتاعت سيجنال بالك، لكن لو اخرها للاخر بالك ممكن لو بده، لكن لقيت السؤال ليش ممكن يعني يلزموا كود بعد السيجنال؟ مرات صح الكل يتحقق لكن هو لسه ما خلص الشغل تبعه بده سم اذر وورك يشتغله. بالك؟ لسه في كود ثاني ما خلصش، صح الكل حط ايتم وهذا ودي يعمل سم اذر وورك بالنسبه له. جزء من ايش اللي هي من المونيتور من البروسيجر. فمش شرط اللي تكون ايش اللي هي هذا حلها. قال لك بينفع تنحط في الاخر، ساعتها تحط في الاخر عمل سيجنال فيش اشكاليه. لكن لو حطها في النص ساعتها بيديلها لمين؟ يخليها بلوك تمام؟ عشان يدي الفرصة لحد للي بيستنى على الكونديشن انه يشتغل انه ايش؟ اللي هو يشتغل اوكي تمام؟ من اللانجوجز اللي بتستخدم المونيتورز الكونكورنت باسكال اوكي، بس في الكونكورنت باسكال بطلبوا انه السي سيجنال تكون ايش؟ في اخر شيء ماشي، وبالتالي اللي عامله سيجنال مش هيصير الا ايش؟
بلوكينج، اللي مش حيكون له ارجنت ايش كيو، بس حيكون لكل كونديشن له ايش الكيو تبع فكر تفكر. اوكي طيب، هذه قلنا لو بروسيس عملت سيجنال على كونديشن فاريبل اكس وما فيش حد كان مستنى على الاكس، ساعتها السيجنال هذه ايش مالها؟ از لوست، از ايش لوست. بينما في سيمافورز هل از لوست؟ لا، ليه؟ انكريمنت از سيفد، مظبوط ولا لا؟ سيفد يعني از انكريمنت ات از نوت لوست، يعني اذا كان جيس بصير قرشين، لو كان واحد بصير ايش؟ بصير اثنين، لو اثنين بصير ايش؟ بصير ثلاثه، يعني از ستول مش اكوا لا از ايش اللي هي ستول. اوكي طبعا لسه باستخدام المونيتور الخطا وارد. اوكي يعني قلنا السينكرونايزيشن صار في المونيتور، السينكرونايزيشن صار على مين؟ علينا از بروجرامرز. لكن لو واحد غلط بالسينكرونايزيشن، ما ديلك مثال لو واحد مثلا واحده من السيجنالز واخد بالك اللي هي ما كتبهاش. اوكي وبالتالي لو في بروسيس خشت على الكيو معين والكيو هذا ما عملش على السجن، حتضلها معلقه مش هيك ولا؟ حتضلها موجوده هناك على طول، مظبوط ولا؟ اوكي اذا لازم يتاكد انه عمل سيجنزيشن ايش؟ سيجنزيشن اللي هو مظبوط. لكن في ادفانتج انه بالمونيتورز كل سيجنزيشن بنعمل جوا مين؟ جوا المونيتور. هل الكوتا الكوتا تبع اللي هو الكونسيومر لما شفناه في المونيتور اللي هي اللي هي اللي هي هل في كود للسيكونزيشن؟ مين هو نفسه؟ البروديوسر كود فيش في كود للسيكونزيشن صح ولا لا؟ لكن السيكونزيشن محطوط وين؟ في المونيتور. طيب لو في عندي شيرد اوبجكت كويس وفي 1000 بروديوسر تمام؟ بدهم يشتغلوا على شيرد اوبجكت، بيلزمهم كم مونيتور؟ جاست سنجل مونيتور. هل بيلزم احصل السيفيلايزيشن كود في الالف بروديوسر والكونسيومر؟ بيلزمش، بس بحط مونيتور واحد. طبعا لازم اضبطه واتاكد صحيح، بس بضبط في حاجه واحده. مونيتورين واحد. لكن بالسيمافورز ما كان في السيمافورز، لو في 1000 بروسيس بدها تعمل شيء اجزاء شيرد اوبجكت، لازم تتاكد من صحه كل بروسيس على حد من ال1000 كل واحد. يعني لو غلطت في واحد من الكود مش مظبوط، خير كل شيء. انا هنا بركز في مكان واحد اللي هو مين؟ المونيتور. والمشر اكسجين كمان مش علي عالي، ضماني في نفس البروجرام جرامتر ضماني المشر اكسجين. والسيفيزيشن ضل علي بس هعمله في مكان ايش؟ واحد. مش هظبطه في ايش؟ في 1000 مكان. هذه كلها من ميزات مين؟ اللي هو المونيتورز. ماشي الحال؟ اوكي. وبالتالي وانس المونيتور از جرام كوركتلي ظبطناه خلاص مفيش اشكاليه، بقدر استخدمه مع 1000 بروسيس او اكثر. تمام؟ اوكي. اوكي ماشي. بقول لك في الهول ديفينيشن اوف مونيتورز بيحتاج بيتطلب انه ايش؟ لو في على الاقل 1 بروسيس في كونديشن كيو لو في بروسيس عملت سيجنال على الكونديشن هذا فالمفروض اللي هو على طول اوكي البروسيس من الكيو تخش المونيتور تمام تخش ايش المونيتور تمام وضر السيجنال في النص او في هذا او في الاخر لو في البروسيس عملت سيجنال على كونديشن فيريبل في بروسيس استنى كانت على الكونديشن المفروض البروسيس اللي على الكونديشن على طول تخش مين؟ المونيتور كان عاملها زي هيك وقلنا البروسيس اللي عملت سيجنال از ايش؟ از يا اما بتعمل اكزيت او سيجنال في الاخر يا بلوكت اذا ايش؟ اذا مش في الاخر تمام؟
الكلام هذا له تو دروباكس، له ايش؟ له عيبين. لقيت البروسيسور عم يعمل سيجنال اذا كانت مش مخلص من المونيتور، يعني السيجنال مش في الاخر، تمام؟ بيلزم في الحاله هذه تو اديشنال بروسيس سويتشز الريكوير، اللي كان شغال بالمونيتور اعملها سويتش يطلعها مظبوط، وشغل البروسيس اللي حجيبها من اللي هو الكيو، وليتر اون عشان يستأنف اللي هي اللي طلعت الاولانيه هيعمل كمان سويتش، يبقى كمان سويتش بروسيس سويتش اثنين. والبروسيس سويتشنج كذا صح هو سريع، لكن اذا كتر معدله بيصير اوفر هيد، بياخذ من وقت السي بي يو، لانه بيكتب البي سي بي قلنا ايش في الرام وبيقرا من الرام وبياخذ وقت. شايف ولا؟ اي نعم. واضح؟ اوكي، هذا الديس ادفانتج الاولانيه. الدروباك اللي هو الثانيه، والبروسيس كودلينج، تمام، المفروض يتحدد بشكل ريلايبل. وبالتالي لو عملنا اللي هو السي سيجنال، لو بروسيس عملت سي سيجنال، المفروض وان بروسيس من الكيو اللي عملها على سيجنال ماست بي اكتيفيتد، يعني سيت ريدي، مش هيك ولا؟ اوكي، والمفروض السكور يتاكد ما فيش بروسيس ثانيه حتخش المونيتور غيرها قبل، تمام؟ ليش؟ المفروض اول ما الكونديشن يصير ترو يبعث سيجنال للكونديشن، واذا في بروسيس تستنى على كونديشن ماست بي اكتيفيتد على طول تخش ايش؟ اللي هو المونيتور، ما ينفعش تستنى حسب الفول ديفينيشن. ليش؟ لانه ما ينفعش تستنى، لو بتخاف تخش بيخش بروسيس ثانيه، الثاني يروح يتغير الكونديشن وصارت هذه كريتي، يقول وقتها حتخش يكون يصير 2% بالك ولا؟ اي نعم، يعني لازم تخش قبل ما تغير مين؟ الكونديشن، يمكن هذيك يمكن تراجع الكونديشن فولس. اوكي، اول ما يتحقق يكون الكونديشن يصير ترو خلاص هذيك يعمل اكتيفيشن، بتخافي لانه بتخافي يسمع لغيرها يخش تقوم تغير الضرب في الكونديشن. اوكي، هذه اوكي. يعني في وبالتالي في المثال تبعنا لو عملنا سيجنال على نوت امتي، يعني المفروض وان بوس من نوت امتي المفروض ماست بي اكتيفيتد قبل ما كونسيومر يخش اللي هو المونيتور. واخد بالك؟ قبل ما كونسيومر يخش ايش؟ اللي هو المونيتور، النيو كونسيومر. اوكي؟ اوكي. لو في كونسيومر اخذ خش كونسيومر ثاني يصير حيسحب الايتم، ولو اجى هذاك اللي بعت له سيجنال يخش ثاني ما حيسحب من فاضي، صح ولا لا؟ حيصير في بروبلم. اوكي، تمام. اوكي، يبقى هذول الترو باكس، الترو تو درو باكس اوف اللي هي البروبوزل تبعه هو، تمام. اوكي، اجوا ناس ثانيين اذا لامسون وريدل هذه قالوا بدنا نعمل ديفينيشن، نطور على تعريف المونيتورز. اوكي، ولا لانجوج يستخدموه في لانجوج اسمها ميسا. اوكي، ميسا ايش عجبكم اسم ميسا شكله؟ يعني اذا يبدو له بنت اسمها ميسا ولا مش عارف ايش ولا كذا ولا حاجه، مش مشكله. مرات بيسموا على اسماء بنات واولاد وعلى فكره بتصير فوت يعني. هذا هورس ديفينيشن سموه على اسمه. هو في العاده الابروتشز لما بنعمل حاجات بادئه بنسمع اسماء اشخاص معروفه يعني. اوكي ماشي. الابروتش تبع هدول اللي استخدموه في الميسا بيتغلب على البروبلمز اللي فات. اوكي، والميسا مونيتور يستخدم في الموديولا 3 وبالك. اوكي، في الميسا السي سيجنال بريمتيف بيستبدلوه بالنوتيفاي. ليش؟ بالنوتيفاي. بالنوتيفاي يعني اديله ملاحظه، بلغه يعني، نبهه. حس كيف ايش تعريف النوتيفاي؟ لو في بروسيس شغاله سي سيجنال. سي سيجنال بدلنا ايش؟ بالنوتيفاي. اوكي ماشي.
طيب ماشي شغال بدلوه بالايش اللي هو بالنوتيفاي بالايش بالنوتيفاي بالتفسير بالتعريف التالي. اذا بروسيس شغاله في المونيتور وطلبت نوتيفاي على الكونديشن اكس تمام، ساعتها الكونديشن الكيو از نوتيفاي بيتم اعلامه يعني سلمة البلاغ يعني تبليغ تمام. لكن البروسيس اللي عملت سيجنالينج بتضلها بتكمل يعني از نوت بلوك از نوت ايش بلوك. طيب ايش نتيجه النوتيفاي؟ ان البروسيس على الهيد اوف الكيو تمام هتكمل شغلها لما المونيتور يصير فاضي بعد كده لما يفضى تمام. لكن بما انه من لحظه ما بعت نوتيفاي لغايه يجيها الوقت انها تشتري ممكن تغير الظرف، ما ينفعش تشتري على العميان، لازم تتاكد انه الظرف لسه ايش انه زي ما بدي تمام. قالت هذا السيجنال كان بيتطلب في الهور انه من حد ما يبعت سيجنال على طول يخش، يعني بخاف يخش حتى تاني زي الكوسون اللي فات شوي يقوم يغير الظرف. نوتيفاي بيبدل الكونديشن كيو بيديله بلاغ بيقول له نوتيفاي، واللي بعد نوتيفاي بتكمل لغايه ما تخلص تمام، بحيث اللي ايش اللي جا نوتيفاي الكيو على الهيد اوف الكيو بتخش بعد كده المونيتور. بس بما انه مضى وقت من لحظه التبليغ لحاضر لغايه ما خشت يمكن تكون غير الظرف، لذلك بتعمل تست للكونديشن كمان مره كمان ايش مره، بحيث لو كونديشن اللي هي اتغير وصار فولس ترجع ايش تعمل ويت من اول وجديد. لو ما تغير بتكمل ايش اللي هي بتشتغل عادي في الـ في الـ في المونيتور. اوكي بناء على الكلام هذا كيف هذا نسكر؟ ايوه شاطرين. طيب ماشي لذلك تلاحظي في هلقيت هنشوف كود يعني في الكود تبع الاولاني الموتور الاصلي تبع اور كان مستخدم اف، هلقيت هيستبدلها بواي زي ما هنشوف. اوكي علشان اللي هي كل ما يجي يخش يعمل كمان ايش يعني مش شرط انه رجع على المونيتور تاني طلع من الكيو ان يكون شوف الكود شوف الكود اي كود طب هنا برضو السؤال اللي اساله بما انه هلقيت تعريف المونيتور اتغير شوي بالذات بالنسبه للسي سيجنال شالوها وحطوا بدلها اللي هي السي نوتيفاي، هل الكود اللي مش تبع المونيتور تبع البلوزر ان كونسيومر بيلزم يتغير؟ لا ملوش دعوه لانه اصلا شغل مش عليه مش عليه ايش مظبوط ولا فقط بيغيري وين؟ في المونيتور بمكان واحد بمكان ايش؟ عشان كده طلعت هنا في فكره هل حطيت الكود تاني تبع البلوزر كونسيومر؟ ما حطوش لكن الكود هذاك ايش؟ اتابلايز لكن حط الكود تبع مين؟ المونيتور. اوكي وجاست وان مونيتور طلع هنا void append ايوه صارت بدل اف وايل وايل الكاونت بيساوي ان سي ويت عندنا الفول. طيب لو هذا قبل كده كان عمل ويت وجا نوتيفاي بيكمل الواي من اول كمان من اول جديد بيعمل تسمع من اول جديد لانه بيخاف يكون مضى وقت يتغير ايش الكونديشن لحل الاشكال صح ولا لا؟ اوكي والله لو الكونديشن تمام ما تغيرش ساعتها ات بريكس اللي هي الوايل وبيخش في الاداء. هنا برضه بستبدل الاف في المونيتور الاصلي بالواي بالايش؟ بالواي تمام؟ اوكي ماشي وبالتالي ايش ميزته؟ ان ما فيش اكسترا بروسيس سويتشز اللي عملت اللي عملت اللي هو النوتيفاي قلنا هل از بلوك ولا بتكمل؟ كمل اللي بتزود سويتش مش هيك ولا اوكي وبعدين على ال البروسيس اللي عمل بعتها لها الكيو اللي بعتها له نوتيفاي اذا عليه البروسيس بيستنى او اكثر ما فيش اي قيد او شرط ولا اشتراط قديش يستنى مظبوط ولا لا؟ لان هو اول ما يتاح له اللي هو الموت هو مش هيشتري على العميان
مظبوط ولا لا؟ في الاول وفي مين؟ اللي هو الهامش ما يتغيرش من الواي. اذا الكونديشن لا زالت ترو بيخش بيعمل بريك لو، لكن اذروايز بيرجع تاني لمين؟ للكيو. لايش؟ للكيو. للكيو رجع تاني للكيو. طيب بدي اسالك سؤال مثلا هيك، لو اجاله بعد كده كمان نوتيفاي واجى خشمه تاني بيرجع للواي؟ طب اه ما انا اخترتك سؤال، عم متوقع توقع بالغلط برضه، كل مره بيرجع للواي، كل مره بيرجع لمين؟ الواي. مظبوط ولا لا؟ يعني كل مره لما يسيب لك يو لازم يشتغل في الواي قد ايش؟ وين اتريشن. تمام؟ اذا لقاها اللي هي اللي الكولشن مش ترو برجع ثاني بطلب سويت بيستنى ثاني. ما ولا؟ اوكي. وبالتالي كل ما يجي على الواي بينافسها كم اتريشن في الواي؟ جاست وان اتريشن. يا بيرجع على الكيو يا يشبع البريك لمين؟ للواي. تمام هي؟ اوكي. طيب ما اخذ وقت معانا المونيتور. اوكي. وبعدين كمان عملوا تحسين على النوتيفاي بيقول. كويس برضه النوتيفاي. شفت معاه واتش دوك تايمر. واتش دوك تايمر مع كل كونديشن بريمتر. بحيث لو في بروسيس استنت في سيتن كيو سيتن ماكسيم تايم اوت، هذا بروح بدي انتربت بدي تايم اوت. تمام؟ ساعتها بيجي البروسيس لمين؟ لبيبي، حتى لو ما جهاش نوتيفاي. طب هل هذا بيضر؟ لا، ترجع على الواي. ترجع على الواي. هي رجعت على الواي، لو لقت الكونش لسه فوز ترجع على الواي الثاني. ترجع على الواي ايش؟ الثاني. اوكي؟ يعني هذا ميزة الواتش دوج انه بيمنع الستارفيشن. اوكي. انه قال لك ممكن البروسيس تكون اللي هو شغال كويس والكونديشن صار ترو، بس يا دوب قبل ما صار ترو صار لها فيلر، يعني ما لها قدرش تعمل ايش؟ نوتيفاي، مع انه الكونديشن صار ايش؟ صار اللي هو ترو. ساعتها اللي في الكيو غيرهم حيطلع. تمام؟ ساعتها لكن مين هيعمل تايم اوت؟ الوش دوك ايش؟ تايمر. ما اخلي بوس من الكيو حطها ايش في الريدي. تروح الريدي تعمل تسعه في واحد تلاقيه ترو. بس اللي صار مشكله انه كان هذيك صار في لما بعتش النوتيفاي حتشتغل وتخش المايند. واضح شو اديته؟ اللي بيمنع الاستارفيشن، بيمنع ايش؟ اللي هي الاستارفيشن. اوكي. وكمان ممكن او بيضيفوا كمان بريمتيف بيسموه برودكاست، يعني صار عندي الويت والنوتيفاي والايش برودكاست وشالوا ايش السيجنال. تمام. البرودكاست يعني زي تقول بيزيع للكل. والبرودكاست برودكاست لو بروسيس بعتت البرودكاست لكونديشن فيريبل. تمام. ساعتها كل البروسيسز اللي بالكونديشن لو احد اكثر بيحطهم في الريدي. واللي كده مفيد في ايش؟ مرات بتكون البروسيس انت مش عارفه مش مين هيستفيد من الكونديشن الجديد. اوكي. وبالتالي بيبعت البودكاست مش نوتيفاي. النوتيفاي بياخد كم واحده من الهيد. البودكاست بيبعت للكونديشن اكس وكل اللي بيستنى على الاكس بينقله من بلوك الى ايش؟ الى ريدي. بدي لك مثال. دول المثال التالي. لو انا بتكلم على البرودوسر كونسيومر اللي هو ايش بروبلم. اوكي. والابند والتيك مش شرط يخش يحط وان كاركتر وان كاركتر، ممكن فيربل لينك بلوكس، ممكن الابند ممكن يحط كاركتر مرات ثلاثه اربعه خمسه قد الموجود، والتيك يمكن ياخذ واحد اثنين ثلاثه على قد ما يحتاج. اوكي. وبالتالي لو في برودوسر حط سم بلوك اوف كاركترز. تمام. وفي بروسيس بتستنى وبكونش هو عارف لقيت الويت كونسيومر قديش بده شيك ولا يمكن في بيستنى ثلاثه كونسيومر، واحد بده ثلاثه افترضوا واحد خمسه، واحد بده ثلاثه
واللي بعده بده 10، والاخير بده ايش؟ بده مثلا لا الاولاني بده، الاولاني بده 10 والثاني بده 3 والاخير بده 12. اوكي، هو حط كم ايتم؟ اللي هو 5. تمام، حط ايش اللي هو 5. هلقيت بجوز does it know، مش عارف كل الكونسيومرز اللي بيستنوا اصلا، مش عارف اصلا، اصلا هو بيعرفش في حد بيستنى اول بيستنى، وان كان حد بيستنى بيعرفش قديش بده. تمام ولا اوكي؟ في الحاله هذه ببعت برودكاست، ساعتها كل ابو ال10 وابو الثلاثه وابو ال12 ار اكتيفيتد. تمام، ابو ال10 لما يجي يشتغل مش هيعرف، مش هيقدر، هيستنى والثاني. مين هيعرف يشتغل منهم؟ او هياخد الثلاثه ويضل منهم الاثنين. بالتالي بتفيد البودكاست هذا، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. والثانيين اللي ما عرفوش ياخذوه بيحاولوا لما يجيهم برودكاست او يجيهم نوتيفاي بيحاولوا ايش مره ثانيه. خلي بالك البودكاست مش بدل نوتيفاي، يعني بيستخدموا هذه ايش؟ مع هذا. اوكي ماشي. نديلي كمان اكزامبل ثاني اللي هو ايش؟ احنا خلصنا كويس، اللي اجت على قد عشان كنت ناوي اصحح في المسجز انا، خلي استشير لحالها احسن يكون اضبط هيك. تمام، قال لك لو في عندي مثلا اللي هو ميموري مانجر، هنتكلم عن المانجر له شابترين كبار. اوكي، لو المانجر في عنده افيلابل عدد من البايتس عددهم جي، تمام، وفي بروسيس عملت فريينج اب لغايه كي بايتس، صار افيلبل كام؟ كي زائد جي. تمام، لكن الميموري مانجر از بروديوسر، اوكي بالك، هو مش عارف مين البروسيس اللي حينفعها الكي زائد الجي، مش هيك ولا؟ وفي كاتا بروسيس طالبه ميموري، ساعتها ببعت برودكاست، كل اللي بيستنى بتاخر الريدي، ساعتها اللي بدها شيء اقل او شو من الكي او جي بتاخذ، مش هيك ولا؟ لكن الباقيين بيطلعوا ايش؟ استنوا، غير المثال اللي فات بس هو غير ايش اللي هو الاكزامبل. اوكي؟ ماشي الحال. وبالتالي جاي لك هنا ميزه كويسه على فكره، قال لك البروبوزل تبع لامسون ريدنج هذا، اوكي؟ ميزته عن الهو، اوكي، انه اقل عرضه للخطر. تمام، اقل عرضه ايش للخطر؟ ليش هذاك لو طول ممكن ما الكونفيشن؟ لا لا غير الشيء هذا، لانه في الكونديشن في طريقه هذول لابسون هذول، كل ما يجي يخش متر بيعمل شيك من اوجيد على مين؟ على الـ على الـ على الكونديشن. تمام، باستخدام الواي. اوكي، وبالتالي لو بروسيس مثلا بعدها برودكاست او نوتيفاي بالغلط، حط في الكود حط برودكاست في مكان مش مظبوط، مش حيضر. لما حيجي في الواي يعمل تشيك على الكونديشن، حيلاقي فولت شيء حيعرف ايش انه حيعيد باي سنتين. لكن هذاك لو اذا عمل شيء سيجنال على طول بياخذ الهيد وبيشغلها، وهناك في اف بيشتغل بيكمل مظبوط ولا بيكمل بعد الوير، بعد الوير. لكن هنا لو حطوا ديفاي او برودكاست، تمام، مش مشكله، لانه هو حيرجع لمين؟ للواي. هيلاقي الكونديشن ستيل فولس، وبالتالي حيرجع ايش؟ يعمل ويت من اول ايش؟ اللي هي وجديد، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. ادي لك كمان ادفانتج هنا بيقولوا هذه بيخلي البروجرامينج از موديولار، اوكي؟ ابغوا تطلعوا عليه. احنا هيك خلصنا المونيتورز، والمره الجايه باذن الله بنكمل. Thank you.